يعود عمر الزراعة إلى نحو 20,000 سنة، ولكن هل كنتم تعلمون بأن الإسرائيليين ابتكروا روبوتات قادرة على جني الفواكه ومستشعرات تعرف متى تصبح النبتة بحاجة إلى ماء؟ إليكم 7 اختراعات إسرائيلية تجعل الزراعة أكثر فعالية وإنتاجية. أصبحت شركة نيتافيم الإسرائيلية معروفة في كافة أنحاء العالم لابتكارها منظومة الري بالتنقيط، وهي منظومة تقوم بتنقيط الماء مباشرة في جذور النبتة والسيطرة عليها عبر تطبيق حاسوبي، ويمكن الاستفادة منها في المناطق التي لا تتوفر فيها المياه الطبيعية، وتبلغ نسبة توفيرها للمياه ما قد يبلغ 70% لتزيد المحصول بما قد يبلغ 90%. اليوم يقدمون مشاريع شاملة ومتكاملة التي تتضمن دفيئات تقنية عالية وأنظمة مراقبة وتحكم متقدمة. למעשה אתה יכול לראות, הצמחים האלה הם בסך הכל בני 14 יום. הם צומחים מאוד מאוד מהר ועוברים לענבה כבר ממש אחרי כמה ימים. אתה יכול לראות את המלפפון הזה, יש לו בערך 5-6 ימים מענבה. תקום ישראל בעד התדויר מה יזיד עד 86% من מייהה العادمه وتحل في ذلك في المركز الأول على مستوى العالم. ويستوعب مركز تنقية العوادم الإسرائيلي شفدان مياه المجاري ليقوم بتنقيتها إلى درجة تصبح معها صالحة للشرب. تستعين شركة ترانيس بالأقمار الصناعية والصور الجوية لمراقبة الحقول ومساعدة المزارع على اتخاذ أفضل القرارات. אנחנו בעצם המצאנו חומרה שאנחנו מחברים למטוסים, מצלמים את השדות ברזולוציה מאוד 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 גבוהה, רזולוציה שאפשר ממש לראות חרק קטן על הלא, ואז אנחנו מביאים דוח לחקלאי. עם הדוח הזה הוא יכול לרסס בדיוק איפה שיש לו בעיות או חרקים או עשבים, וכך הוא יכול לחסוך המון כסף על חומרים, ובעצם זה גם טוב מאוד לסביבה. תקום שריקת ביובי לישראליה באסתכדם נחל לתנפיד עמליית אלקח הטביעי, עודא ען אללג'וע אל אלמוואד אלכימאוויה. גראונד וורד ביואג אל אסתכדם אלפטר אלמיקרוסקופי لتمكين جذور النبتة من امتصاص كمية أكبر من المغذيات، مما يقلل من كميات الأسمدة المطلوبة ويزيد في المحصول. نتريا يودات خيميت لفرق نوترينتين شاتسمح لما جيانا فيزيت من مشانات وطن لتوخ شورش السمح. FF Robotics يصنعون روبوتات لكي تلتقط الثمار مباشرة من على الشجر بواسطة رؤية حاسوبية. تنتج شركة سابلانت مستشعرات تتبادل الحديث مع النبتة لتحديد المواد المغذية التي تحتاجها ومواعيد ريها، وذلك بدرجة كبيرة من الدقة. مع الزيادة في عدد السكان نحن بحاجة إلى تكبير عدد المحاصيل وتقليل في استخدام الماء التي نستخدمها، لذلك نحن بحاجة إلى ثورة زراعية قادمة، وهذا ما يحصل في إسرائيل.